المتحف القومي للحضارة المصرية واحد من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر دلوقتي. المتحف ده مفتوح من 2017 بس طبعا زادت شهرته بعد نقل أعظم ملوك وحكم على وجه الأرض. المتحف موجود في منطقة الفسطاط أو عين القصير. أسهل طريقة إن أنت توصل للمتحف إن أنت تركب المترو وتنزل محطة الملك الصالح، هتلاقي من هناك عربيات كتيرة أوي هتوديك قدام المتحف. أول لما بتخش المتحف على إيديك اليمين هنا بتلاقي الشباك التذاكر، التذاكر أسعارها 60 جنيه والطلبة ب30 جنيه شاملة المومياوات، وعلى إيدك الشمال بتلاقي الأمانات ممكن تسيب فيها أي حاجة وتاخدها وأنت خارج. بعد كده بتخش من الممر العظيم ده اللي هو بيحسسك بعظمة من قبل ما أنت تشوف أي حاجة أصلا. وأنت ماشي فيه على إيديك اليمين لو بصيت هتلاقي بحيرة عين السيرة. بالمناسبة بحيرة عين السيرة هي مية جوفية طالعة من باطن الأرض، مش بحيرة صناعية زي ما ناس كتير أوي كانت فاكرة. وعلى إيديك الشمال هتلاقي حفاير ومسرح مفتوح من العصر الروماني، بس للأسف هما مش مفتوحين للزيارة حاليا لأن هما في الترميم. بعد ما بتخلص الممر العظيم ده بتبص على إيديك اليمين بتلاقي شاشة كبيرة أوي كده فيها تفاصيل عرض نقل موكب للمومياوات بالتفصيل. بعد ما بتعدي من البوابات بتخش كده تحس بعظمة وانبهار اللي هو احنا ازاي عندنا الحاجات الحلوة دي وازاي ان مصر كانت عظيمة على مر العصور. ده جزء طبعا من المجوهرات والأحجار الكريمة اللي كانت موجودة في المقابر المصرية. وبالمناسبة مصر كان عندها نص الذهب اللي موجود في العالم كله في الوقت ده، والمقابر لما كانت بتتسرق ما كانش بيتسرق منها الذهب، كان بيتسرق البخور والعطور لأن هما كانوا موجودين بنادرة في مصر القديمة وكانوا بيحتاجون بصورة كبيرة جدا لأعمال الطهارة في قدس الأقداس اللي موجودة في المعبد. وري طبعا تابوت من الذهب للملك العظيم توت عنخ آمون، وبالمناسبة هو ده الجزء الوحيد اللي موجود من مقتنيات توت عنخ آمون في المتحف القومي للحضارة المصرية. بقى مقتنيات توت عنخ آمون هتبقى موجودة في المتحف المصري الكبير. وده طبعا جزء من الزي القبطي ايام الحقبه القبطيه الموجوده في مصر. بعديها هنلاقي البايبل او الكتاب المقدس وراه المنجليه. بالمناسبه في الكنائس المصريه لحد دلوقتي بقى فيه 2 منجليه بيتحط عليهم 2 انجيل، واحد باللغه القبطيه وواحد باللغه المصريه. وده طبعا صندوق حفظ التوراه وهتلاقيه موجود زيه في معبد موسى بن ميمون. وبالمناسبه ده اول معبد يهودي اتبنى في مصر موجود في شارع المعز. وده طبعا منبر من العصر المملوكي في مصر. المتحف ده يعتبر بانوراما الحضارة المصرية على مر العصور. ودي طبعا ملك الفلوس طلعت باشا حرب. ودي جزء من حاجة اسمها الاسترلاب، ده كانوا بيستخدموها ادوات قياس. ودي طبعا الساعة الرملية، ده ايام برضو الخلافة الاسلامية. ودي الهودج، الهودج ده اللي كان بيتحط فوق الجمل اثناء المحمل او تحرك كسوة الكعبة من مصر الى السعودية. وده طبعا جزء من القرآن الكريم نسخة قديمة. وده طبعا جزء من كسوة الكعبة. وبالمناسبة كسوة الكعبة كانت بتطلع من مصر لحد الستينات من القرن الماضي، ودار كسوة الكعبة موجود لحاليا ومتسجل أثره موجود برضو في شارع المعز. وده طبعا جزء من الهيكل العظمي، ده قبل ما كانوا يوصلوا لعملية التحنيط، ده من عصر ما قبل الأسرات. ودي أدوات صناعة حاجة اسمها الجعة، حاجة كده زي الشعير. وده طبعا بيوريك ازاي كانوا بيخزنوا الجلال او الحبوب في صوامع اذا كان في الصيف او في الشتاء. وده طبعا ده اقدم باب خشب موجود في العصر الفرعوني. ودي بعض الالهات الحامية. ودي بعض ادوات الكتابة اللي كانوا بيستخدموها. بالمناسبة ما كانوش بيكتبوا غير بلونين من الحبر، الحبر الاحمر والحبر الاسود زي ما انتم شايفين. وما فيش حاجة اسمها لغة هيروغليفية، في حاجة اسمها اللغة المصرية القديمة وهي كانت بتتكتب ب3 خطوط، اللغة الهيروغليفية والهيراطيقية والديموتيكية. بعد كده زاد عليهم خط تالت اللي هو الخط القبطي موجود لحد دلوقتي في الكنائس المصرية. وادي بعض ادوات النسيج وبيوريك ازاي ان هم كانوا بيستخرجوا الالوان من خامات موجودة في الطبيعة، يعني الاحمر كانوا بيستخدموه من الحديد، والاخضر كانوا بيستخدموه من الملاخايت، والابيض كانوا بيستخدموه من الحجر الجيري. يجهزوا كده عشان العظمه اللي جايه. شايفين الالوان كانها لسه معموله امبارح. ودي طبعا الالهه معت على التابوت. I'm beautiful beforehand.
عليكم. بجد ايه؟ باي باي. انا سيدك دلوقتي.